اختار بينطروا عيد الميلاد ليجتمعوا سوا، بس بظل هالظروف الوضع اختلف. كاميرا الفن نزلت على شوارع بيروت وسألنا الناس كيف رح يمضوا سهرتهم. كيف رح تقضوا عيد الميلاد؟ بالبيت. وين بدنا نروح؟ ما شايف المحلات مسكرة؟ بيكروا على ميزون. بالبيت. بهالبيت. بالبيت. بالبيت. بدي اقضي عيد مع مرتي. مثل العالم عم نقضي عادي. كيف يعني؟ يعني مجبورين نجيب العاب للاولاد، هدايا، بس مش اكتر. نحن الكبار ماشي. كم كادو ست شهرية؟ ماشي. نحن والعائلة مثل العادي. مع الاهل. بالبيت مع اهلي. كيف هتقضوا عيد الميلاد؟ ما حد قضي، ما في مصاري الحمد لله. مع رفقاتي. سامي كيف هتقضي العيد؟ بساحة الشهداء. شو عاملين؟ اذا ما تحققت مطالبنا، وان شاء الله انه تتحقق قبل ما يجي العيد. ان شاء الله ولادة لبنان تكون قبل ولادة السيد المسيح، فاكيد رح نكون تحت، واكيد رح نكون عم نطالب بذات المطالب اللي هي حق شرعي لنا. بالبيت اكيد. بعدنا عم نفكر ان شاء الله يكون بعدنا باشغالنا ونضلنا هيك ملاتين راسنا بالشغل. بعدنا عم نفكر، عم يقولونا هلا بدنا نقبض نص معاش. بقى ان شاء الله تبلش 2020 بشي هيك بادرة خير يا رب. كيف بدي بلش، كيف بدي اقضي، ما حدا بيعرف. بعتقد بما انه ما في شجرة ومش قادرين نشتري عيد الميلاد ولا الكادويات، حننزل على الساحة اوفر صراحة. هالمحل والله